واحد بيقول زوجتي يا سيدنا ينطبق عليها بيت الشعر اللي بيقول لبسك وقيافتك من خيري ووجهتك ليك بس الغير. يا ريت السيدات يهتموا بنفسهم جوه البيت، مش في البيت تهمل نفسها والراجل يشوفها في أسوأ مناظرها وما تتجملش غير لما تخرج بره. احتفظوا بأناقتكم وجمالكم جوه البيت، لأن لو الراجل ملقاش ما يعجبه جوه البيت جايز عينه تزوغ بره، وتعرفين الرجاله دول ربنا يستر. الراجل بيقول علاوة لانها نكدية، يبقى لا اناقة في البيت ولا هداوة. لا لا لا، صلحي حالك عشان تقدري تمري في حياتك الزوجية من غير مشاكل.